ائتلاف نساء من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة هو قوة اقتراحية تجمع مجموعة جمعيات نسائية. اليوم الائتلاف النسائي من أجل قانون أسرة قائم على المساواة والعدل هو ائتلاف مكون من عدة جمعيات نسائية اللي هي تشتغل عن قرب لتشتغل مع النساء المعنفات الذي لديها مراكز استماع، وكذلك هي من بينها من يسير فضاءات متعددة الوظائف للنساء في وضعية صعبة. هذا المكون هو مكون تنسيقي اللي تنعتبره قوة اقتراحية اللي اليوم تيصوغ مذكرة مطلبية متكاملة من أجل طرحها للجهات المعنية اللي هي تباشر صياغة مشروع قانون أسرة واللي غتوضعه بطبيعة الحال لجلالة الملك ومن بعدها البرلمان. هذه المذكرة المطلبية هي مذكرة اللي غتتناول عدة نقاط أساسية من أجل تعديل قانون الأسرة، نقاط اللي هي ذات إشكاليات ذات اختلالات وذات ثغرات من أجل الإجابة عليها. يمكن النقاط الأساسية اليوم اللي مطروحة عندنا في المذكرة واللي عندها أولوية كاين تزويج الطفلات الصغيرات، كاين مشكل ديال تعدد الزوجات، كاين تقسيم الممتلكات، إثبات النسب، لغة القانون اللي تنعتبروها لغة تقليدية، كذلك الإلغاء الفصول المتعلقة بالزوج القاصرة 2021 و22، تعدد الزوجات، وكذلك الإلغاء الفصل 400، وكذلك بعض النقاط أخرى اللي ذات أهمية واللي اليوم غنطرحوها في الندوة الصحفية من أجل تسليط الضوء عليها، وكذلك من أجل تعريف كذلك بالائتلاف النسائي اللي غادي يخوض واحد الحملات كثيرة تحسيسية توعوية، وكذلك من أجل الضغط ومن أجل أنه يكون عنده واحد القوة تتأثر على المجتمع وتتأثر كذلك من أجل الوصول إلى المبتغى. كانت المبادرة الأولى من جمعية تحدي المساواة والمواطنة، ولكن كذلك كانت قابلية عند عدة جمعيات أخرى اللي كتشتغل عن قرب واللي كما قلت تشتغل بشكل يومي مع النساء واللي عندها كذلك واحد تراكم وعندها إحصائيات وعارفة شنو وقع في اليومي في المشاكل ديال المرأة المغربية. هادشي اللي باش كانت الدعوة لهم كانوا تلبوا الدعوة بشكل سلس، واليوم حنا مجتمعين في هذا الائتلاف اللي حنا 13 جمعية. اليوم الإطار العام للندوة الصحفية كيدخل أولا جاب مناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، وثانيا النقاش اليوم لا على المستوى المؤسساتي ولا على المستوى النقاش العمومي اللي مفتوح فيما يخص تعديل وإعادة النظر في مدونة الأسرة. طبعا المجتمع المدني يشتغل منذ سنوات من بعد ما ظهر بعد تطبيق المدونة مجموعة من الاختلالات. جاء هذا الشيء في الخطاب الملكي لعيد العرش سنة 2022 والرسالة الملكية الأخيرة لرئيس الحكومة اللي كتطلب منه تشكيل اللجنة المشرفة وفتح باب ديال التشاور فيما يخص تعديل مدونة الأسرة. طبعا الضرورة اليوم أن هذا القانون يولي ملائم أولا للدستور 2011، ثانيا وهذا اختيار ديال المغرب فيما يخص الديمقراطة والنهوض بحقوق الإنسان هو العمل وإعطاء الأسبقية للاتفاقية الدولية المصادقة عليها، وبالتالي اليوم مدونة الأسرة لم تعد تساير هذه الوضعية اللي المفروض اليوم أنها يتم إعادة النظر فيها لمجموعة ديال النقاط اللي كنعتبروها بؤر ديال الاختلال في المنظومة ككل، زواج الطفلات، النسب، واعتماد الخبرة الجينية من غيرها من عدمها، الممتلكات المكتسبة خلال فترة الزوجية بعد الطلاق كيفاش يمكن اقتسامها، لأن النساء كيضيع حقوقهن بعد الطلاق وأحيانا كيعيشوا في وضعية تشرد ملي كتكون الوضعية الاجتماعية بسيطة. كذلك الإرث فيه مجموعة ديال الاقتراحات اللي كما جاء في الخطاب الملكي أن يتفتح باب الاجتهاد، كنتمناو أن باب الاجتهاد يتفتح في هذا الباب خصوصا مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية اللي عرفها المجتمع اللي عرفتها المرأة اللي ولات كتساهم ماديا ولا ماديا في التنمية ديال الأسرة، وبالتالي من حقها كذلك أنها تستفد من الموارد المالية والثروة ديال الأسرة، وبالتالي مجموعة ديال المقترحات اللي المفروض أن هذا النقاش العمومي يقبل بعضه البعض. الهدف ليس تغليب طرف على طرف، ولكن الهدف هو تمكين كل الأطراف من حقوقهم خاصة
الأطراف اللي في وضعيات هشاشة، المرأة والطفل، وباش نمكنوهم، إلا مكنوهم من حقوقهم غنمكنوهم أنهم يكونوا فاعلين داخل المجتمع وفي تنمية المجتمع. هي على مراعاة المصلحة الفضل للطفل، واش كيبان لينا هذه المسألة داخل الأحكام القضائية أو كيف يعني يمارس هذا القاضي سلطته التقديرية وما يمارس أمامه من الخشاشة.